سألوني عن الدراما وشنو بتسوون. أنا بصراحة للحين ما خذيت قرار، لأن الوضع للحين أحس مو زين، فللحين ما خذيت قرار. بس في كل الأحوال يعني السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها لا الله أحيانا، أنا راح أكون مختفية عن الدراما كممثلة في السنين الجاية. طبعا أنا كنت أقول دائما هذا الكلام في لقاءاتي، المهم لأن عندي وايد أشياء لازم أنا أتفرغ لها. يعني أنا صار لي الحين بالمجال من 2007 لين 2020 13 سنة. أحلى وأغلى شيء كسبته حبكم واحترامكم. صدق أنا متابعيني وايد راقين، والناس اللي تحبني وايد راقين، حتى الناس اللي يولي صالون من حليم كبار، من يهال، من اللي بعمري، أكبر مني، أصغر مني، يهبلون، كلكم تهبلون وتجننون ذوق. إن شاء الله هالمحبة تكون دوم، وإن شاء الله بهذه السنين كلها وانتوا تشوفوني على الشاشة كنت خفيفة على قلبكم، وأحبكم.